رحل رجل المواقف الصعبة كان رجل صالحا متواضعا مبتسما صاحب حكمة ورأي سديد. نسأل الله أن يعوضنا في أولاده خير العوض، إلى رحمة الله يا أبو خالد. وتداول عدد كبير من النشطاء والمغردين أنباء عن وفاة الشيخ فهد ابن عبد الله ابن دليم، مما أثار هذا الخبر ضجة عارمة وتسبب بإطلاق هاشتاج على الموقع إكس. خبر وفاة الشيخ فهد ابن عبد الله ابن دليم أثار الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمغردين والناشطين المعروفين. وتوفي الشيخ بعد معاناته مع المرض، وستكون الصلاة على الفقيد يوم السبت بجامع الإمام تركي ابن عبد الله بعد صلاة الظهر والدفن في مقبرة العود. وسوف يكون العزاء في مدينة الرياض ليوم السبت والأحد في قاعة الفريدة، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بقصره بمحافظة الحرجة.